لأنه عم شوف أنت أيضا عم تراقب الأمور من بعيد، عم تراقب الشخص شو عم بيساوي، ما هي اختياراته. يعني دائما عم تراقب الشخص من بعيد، دائما بتشوف إنه أنت بيجوز بتشك بهالشخص كتير أو مش كتير بتوثق فيه، في عندك مخاوف داخلية تجاه نوايا هالشخص واختياراته، ودائما بتحس إنه في طرف ثالث، إنه في امرأة أخرى أو رجل آخر، لأنه بأغلب الكروت أنت دائما بتنحط بموقف وكأنك بتكشف هالشخص مع حدا آخر، أو بتكشف تواصل مع شخص آخر، فأنت دائما وكأنك تكبس عليه بالجرم المشهور يعني أمامك بيكون. ولكن أغلب الأشياء اللي بتحسها، عم شوف طاقة الشخص اللي أنت عم تتعامل معه أيضا، لأنه هي طاقته بالأول والأخير، فهو أيضا بيحس بيشك وبيحس إنه أنت معك شخص آخر، وهو أيضا بيحب يترقب من بعيد. ولكن عم شوف الشخص اللي أنت عم تتعامل معه شخص أغلب حكيه صادق، ما بيحب الإيل والآل، لأنه Ace of Swords يعني شخص دغري بالحكي، شخص ما بيحب يتلاعب بالحكي. هنا Temperance شخص عم يبحث عن الشفاء الداخلي، عم شوف بالماضي بالماضي هالشخص ممكن يكون مر بتجارب اللي هو انخدع فيها وانجرح فيها، ومشان هيك أيضا شخص بيشك كتير، أو شخص دائما بيكون مترقب أو متأهب أو دائما خائف من شيء معين. خلينا نشوف خطواتك المستقبلية يا برج السرطان. سيكشوال ارت، عم شوف انت عم تحس بانجذاب جسدي كتير تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه، وعم شوفك بالمستقبل ايضا مش رح تحكي، يعني رح تخلي اغلب ارائك اغلب معتقداتك يعني في جوا داخل نفسك، عم شوفك رح تكون منطوي أكتر على نفسك، رح تتأمل في العلاقة من بعيد، رح تحاول تفهم العلاقة من بعيد. توقع البعض منكم مش تواصل بينك وبين هالشخص في الماضي، عم شوف كان أفضل من الوقت الحالي بالمستقبل، لأني عم شوفك منطوي على نفسك. ممكن أنت انجرحت من هالشخص، أو جرحك الوضع إنه هو معه أشخاص أخرى، أو ممكن عم تحس إنه في أشخاص أخرى بالصورة، فهالإشي خلاك تنطوي على حالك من جوا. ولكن عم شوف بالمستقبل انت بدك بدايات جديدة، انه عم شوف عندك Ace of Cups ايضا، فانت بتطمح الى بدايات جديدة مع هالشخص، بنيتك انت بدك تكون مع هالشخص، او بدك على الاقل الامور تتصلح بينك وهالشخص وتكون في بينكم بداية جديدة. The Hermit card، هالكرت طلع عندك مرتين، هالكرت نفس هالكرت، فعم شوفك في المستقبل كتير منطوي على حالك. أيضا The Moon card، أيضا Nine of Swords، برج السرطان، طاقتك في المستقبل كتير رح تكون كتوم. The Moon card بتحكي عن الأسرار أو عن الأشياء المخباية،
عن الأشياء اللي ما بتحكي، عن الوجه المظلم للأمور أو الوجه الآخر للأمور. عم شوفك معذب كتير بأفكارك الداخلية، فعم تفكر كتير بالعلاقة اللي بينك وبين هالشخص أو بهالشخص، عم تفكر كتير، وأغلب الأفكار أفكار سلبية للأسف، مخاوف داخلية، ومش عم تحكي فيها. يعني the moon card، أغلب الأشياء اللي عم تحسها عم تخليها لحالك. وأنا عم شوف إنه هالشخص عنده ace of swords، يعني هالشخص بالتواصل معك أو بالحكي معك شخص كتير منفتح، يعني شخص اللي بيحس فيه بيحكي لك على طول، ولكن انت كتير كتوم، شخص كتير كتوم. ف ممكن تكون انت عم تحكم على هالشخص، لانه انا عم شوف انه هو صادق معك بالحكي، او اذا سألته عن اشي عم شوف انه هو عنده، يعني ما بحب القيل والقال، يعني بيعطيك الجواب من الآخر، فما عم شوف إنه الشخص بيكذب عليك، ولكن أنت طاقتك كتير غامضة يا برج السرطان، يعني كتير كتوم، تطلق أحكام على هالشخص أو بتتخيل سيناريوهات أو إشي في يعني في راسك، عم تتخيل إشي مش عم بتصير، مش عم تحكي فيها لهالشخص. خلينا نشوف خطوة الشخص بالمستقبل. هالشخص بخطواته المستقبلية عم يحس إنه هو اللي عم يحط مجهود أكتر بالعلاقة. عم يشوف إنه هو بيحس إنه دائما هو اللي بيحاول يتقرب منك، دائما هو اللي حركته مستمرة تجاهك، دائما هو اللي بيبين لك مدى مشاعره مدى عواطفه تجاهك، على عكسك انت كتير غامض وكتير كتوم. حتى اذا انت عم تحس بمشاعر تجاه الشخص، ما عم شوفك مش عم تبين لهالشخص نهائيا. وهو ايضا the chariot card، عنده the chariot card بتتبع برجك انت السرطان، فالشخص عم يفكر فيك كتير، يعني حتى بخطوته القادمة او بخطوته المستقبلية عم يفكر فيك كتير. ايضا ace of pentacles، ace of pentacles بتحكي عن بدايات، ممكن يكون فيها هالشخص بده بداية جديدة معك يستثمر فيها او يحط مجهود فيها. ممكن إذا أنت وهالشخص بعيدين عن بعض، ممكن هالشخص يبذل المجهود في إنه يلتقي فيك، مجهود مادي من نوع ما لحتى يوصل إليك أو يتقرب منك، ممكن يكون في سفر لحتى يشوفك أيضا، لأنه هل هيدا عندك انت ايس اوف كابس، يعني انت الاستثمار اللي عندك او انت الاشي اللي عم تفكر فيه عاطفي اكتر، هو الاشي اللي عم يفكر فيه او الخطوة اللي راح يقوم فيها مادية اكتر، راح يكون فيها نوع من المادة اكتر. ايضا عم شوف في كتير باشن تجاه الشخص، يعني من ناحيتك Wheel of Fortune، Two of Cups بيعتبرك soulmate. أنا بتوقع هالشخص بده ارتباط جدي معك، الأوراق في المستقبلية لهالشخص تجاهك كتير إيجابية، فهو بيشوفك soulmate. ممكن البعض منكم أيضا يكون في ارتباط، إذا أنتوا أصدقاء رح يصير جدية في العلاقة، ارتباط بالعلاقة، إذا أنتوا في علاقة
يعني رح يصير في تطور خطوة بزواج، لأنه استثمار مادي عندك هون، في تقدم، في حركة تجاه الشخص، هو عم يفكر كيف يتقرب منك هالشخص. أيضا كارما، هالشخص بده يكون عم بشوف أغلب الأوراق إيجابية معك، بده يكون منصف معك، لأنه هالشخص بيآمن كتير بالكارما، أو بيآمن كتير بفكرة إنه الإشي اللي بتحطه بيرجع لإلك، فهو عم شوف إنه عم يحاول على قدر المستطاع إنه ينصف الوضع اللي بينكم، أو ينصف العلاقة اللي بينكم، أو يكون صادق على قد ما يقدر يعني معك، لأنه هو بده هالإشي. هو بصراحة مش عاجبه إنه أنت شخص كتير كتوم هون بمون، لأنه هو بيشوف إنه كتير منفتح تجاهك، يعني بيحكي لك، إذا سألته بيحكي لك على طول شو هو، بيعطيك زبدة الأمور يعني، بس أنت كتير غامض، كتير كتوم. بالنسبة لطاقتكم المشتركة take your mask off أو your masks، فأنتوا الاثنين بتوقع بالغالبية برج السرطان بحكم الأوراق اللي طلعت عندك، أنت لابس قناع، أو حتى أنتوا الاثنين لابسين قناع، مش عم تبينوا مشاعركم الحقيقية تجاه بعض، أنت عم تبث صورة معينة، وهالشخص أيضا عم يبث صورة معينة، في عندكم صراع على السلطة، في أيضا اشتياق كتير للأشخاص اللي مش عم تحكي مع بعض، في عندكم عم تحس باشتياق بطاقتكم المستقبلية، رح تشتاقوا لبعض، مشتاقين لبعض، للبعض اللي مش عم يحكي مع بعض. عندك عروض حب أيضا بالمستقبل مع هالشخص، عم شوف إنه في حدا رح، في عندك عرض حب من هالشخص، عم شوف هو اللي رح يقوم بخطوة تجاهك، انت بخطواتك المستقبلية ما عم شوف إنه انت طريقك يعني اللي راح تاخده راح يكون طريقك لحالك، بس هو عم شوف، عم يفكر بالتزام، عم يفكر بارتباط تجاهك، فهالشخص عم شوفه هو اللي راح يقوم بالخطوة تجاهك لحتى يقرب منك. The shadow side، طبيعة العلاقة بينكم عم تظهر، عم تخليك تواجه مخاوفك مع هالشخص، عم تخليك تواجه the shadow side تبعك أيضا لهالشخص، يعني العلاقة بينكم ممكن أيضا تكونوا twin flames أو توأم شعلة، إحنا بنحكي عنها، ممكن تكونوا توأم شعلة، بمعنى إنه أنتوا كأنكم مرايات لبعض، انت اللي بتحس فيه هالشخص اوتوماتيكلي على طول بيحس فيه، فانتوا طاقتكم مرايات لبعض، بارلر، مواجهة لبعض. ففي عندكم عم طبيعة العلاقة هاي عم تطلع فيك the shadow side، عم تطلع فيه أيضا the shadow side، عم تجبره التواصل بينك وبين هالشخص، عم يجبرك انه تتعامل مع مخاوفك الداخلية، تجبركم انه تتعاملوا مع مخاوفكم الداخلية، ومخاوف انه في الطرف منكم عم يحاول يوفق بين شغلتين، بين عمل وبين هالعلاقة، عم يحاول انه يوفق بين شيئين، وفي طرف آخر عم يحاول إنه يتخذ قرار، في شخص متردد. أنا بتوقع
إنه أنت الشخص اللي متردد بخصوص هالعلاقة أو بخصوص هالشخص، يعني أنت اللي متناقض وصعب عليك إنه تاخذ قرار. هل الخطوة المستقبلية بينكم، طبيعة العلاقة اللي بينكم راح تجبرك إنك تتعامل مع أمور أنت كنت عم تحاول تتهرب منها أو عم تحاول إنه ما تواجهها، أشياء صعبة فيك لأنه أنتوا التواصل اللي بينكم تواصل توأم الشعرة بيكون تواصل صعب عادة. أيضا ممكن يكون في بينكم فرق بالسن يعني، فمشان هيك ممكن يكون بعض الأمور صعبة عليكم. أنتوا بتطلعوا من بعض لأنكم بتعاكسوا بعض، يعني بينكم الشفاء بيصير بس بطريقة مؤلمة. هذا هو طبيعة الكونكشن مع توأم الشعلة، بيكون مؤلم، بيكون صعب إنك تطلع اللي جواك، يعني يصير في تطهير للعلاقة، يصير في تطهير لحتى لروحك for your soul بطريقة مؤلمة. فأنا بتوقع إنه إذا في لبعض مواليد برج السرطان بالمستقبل، إذا في أشياء أنت عم تكتم فيها مش عم تحكي فيها، عم تخبيها، شخص كتير كتوم برج السرطان هون، رح تجبرك هالعلاقة وهالتواصل رح يجبرك إنه أنت تتعامل وتتصرف مع الأمور اللي عم تتجنب إنك تواجهها. ولكن عم شوف حبيبك أو الشريك عم يفكر إنه يقوم بخطوة جدية تجاهك، لأنه عم شوف إنه أغلب أوراقه أو لا أوراق التزام وارتباط. أوكي حبايبي برج السرطان، بتمنى